الأسعار حاليا كويسة أحسن من يومين ثلاثة اللي عدوا. أسعار الفراخ البيضة 33، أسعار الفراخ الحمراء 35، البلدي 35، البط برضه 50، والأرانب 40، والبنيش 70، والرومي 50. واخد بالك كل الأسعار كويسة، بس حركة يعني تعبانة. الأسعار انخفضت قد إيه تقريبا الأسبوع ده؟ الساعة 2 3 جنيه في الكيلو. 2 3 جنيه، الساعة 3 جنيه.